يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معكم طالبة كرامي مبروكة حافظة لكتاب الله، عمري 18 سنة، أدرس في جامعة غردية تخصص علوم وسيكولوجيا. بدأت قصتي مع القرآن الكريم منذ صغري، منذ كان عمري 8 سنوات نشأت في عائلة حافظة للقرآن الكريم. بدأت حفظي القرآن الكريم عن طريق اللوحة مع القارئ، حفظته عند عدة شيوخ. ختمت القرآن وعمري 15 سنة. كان القرآن الكريم رفيق دربي، ساعدني في الالتزام لذكر الله، وساعدني حتى في دراستي وفي الدراسة وفي حياتي اليومية. ختمت القرآن وفي المتوسط على كنت أقرأ عند طالب سبع الشاكر، وثم يعني ختمت القرآن على يد الشيخ التماوي، كان له فضل كبير في ختم القرآن الكريم. إضافة لذلك كان والدي حريصان على حفظ الكتاب الله، كانوا عائلتي يعني من حفظة القرآن، وشجعني الأب تاعي يعني كثير، وله دور كثير في حفظ الكتاب الله. كان الأب كان أبي داعما لي في حفظ لكتاب الله، أشكره على هذا الدعم. ويعني كان القرآن الكريم يعني يثبر في نفسي الطمأنينة والراحة النفسية، وكذلك كان سببا في نجاحي في شهادة البكالوريا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بعضكم من بعض. كان لي شرف في مشاركتي في عدة مسابقات دينية، وكنت حافظة للأحاديث النبوية. كان القرآن سندا لي في كل مراحلي، ومن هذا المنبر أطالب يعني
وجه نصيحة للطلبة الجامعيين أن يقرأوا القرآن ولو حسبا في اليوم. يبدأ يومي في رمضان بصلاة الفجر، ثم أقرأ وردا من القرآن الكريم، ثم أذهب إلى الجامعة، وثم ذلك أحضر الطعام مع الزملاء في الإقامة، ثم ذلك نجتمع ونفطر مع بعض، ثم نذهب للمصلى لصلاة التراويح كما نفعل في البيت مع العائلة. كنت أسمع القارئ ياسين الجزائري لأنه يعني يقرأ برواية ورش، وهذا ساعدني كثيرا في تجويد القرآن الكريم. أشكر والدي لأنهم الداعمان الأولان في حفظي للقرآن الكريم وفي نجاحي في الدراسة، ويعني أرجو من الله أن يرزقهم حسن الخاتمة وأن يرزقهم ما يتمنون.